فانن بروك له افضليه عن مارسيل كولر انه درب كثيرا في القاره الافريقيه. مارسيل كولر هي المره الاولى الذي يدرب في القاره الافريقيه مع النادي الاهلي، ولكن مارسيل كولر له ميزه اخرى وهي انه يدرب بالنادي الاهلي منذ بدايه الموسم. نعم. من يتفوق على الاخر في هذه المواجهه من وجهه نظرك؟ هو من الصعب عقد مقارنه بين المدربين لانه فاندر بروك خاض فقط مباراه واحده مع الوداد في دوري ابطال افريقيا، مباراه سان داونز، وهو محظوظ انه وجد الفريق في الدور نصف النهائي ثم وجد نفسه يعني تحت الاضواء. هو محظوظ من جانب ومن جانب ثاني هو ضغط كبير على اي مدرب انه يستلم فريقه ورايح يلعب نصف نهائي افريقيا ونجح قدام سان داونز كمان. اكيد ونجح في عبور اختبار سان داونز، ويعني اختبار صعب جدا لاي فريق. يعني سان داونز من الانديه التي تقدم احسن كره على مستوى القاره الافريقيه، ونجح كما قلت في تجاوز اختبار سان داونز بطريقه جيده في التعامل مع المباراة وفي الهدوء الذي طبعه أثناء يعني مباراة سان داونز، سواء في مباراة الذهاب أو في مباراة إياب. فكولر بدأ مع الفريق منذ البداية، كان على مشارف الخروج يعني في اللحظات الأخيرة في دور المجموعات، يعني في مباراة يعني الهلال السوداني تم يعني ولد من جديد أيضا مع الأهلي، ثم يعني قاد الفريق إلى المباراة النهائية. وأعتقد أنه بالنسبة لفريق من حجم الأهلي وصول المباراة النهائية أصبح عاديا جدا، لأنه حتى لو قارنت مثلا ميزانية الأهلي ميزانية الوداد أو بقية أندية القارة الإفريقية فرق كبير جدا. فبالتالي وصول الأهلي للمباراة النهائية هذا أعتبره خبرا عاديا، يجب أن يصل الأهلي كل موسم إذا اعتبرنا أن الميزانية هي المحدد الرئيسي، لأن ميزانية الوداد لا تصل ربما حتى 10% من ميزانية الأهلي، وهذا يظهر لك حجم الفوارق المالية وليس على مستوى أداء اللاعبين. الذي لأن الوداد فاز مرتين يعني حاز لقب كأس دوري أبطال إفريقيا على حساب الأهلي 2017 و2022، ولكن كولر أيضا محظوظ أنه يقود فريق من هذا الحجم. ونجاح كولر مع يمكن الحديث عن نجاح كولر إذا فاز بدوري أبطال إفريقيا، إذا لم يفوز فموسيماني فاز بلقبين ولعب النهائي الثالث وتمت إقالته يعني من مهامه. في المقابل أيضا فاندر بروك أمام فرصة لكتابة تاريخ فاندر بروك كمدرب، لأن فاندر بروك يعني صحيح درب في القارة الإفريقية ولكنه لم يدرب فريق من حجم الوداد، لم يلعب نهائي دوري أبطال إفريقيا، لم تتح له فرصة للعب النهائي، ولم تتح له الفرصة أيضا ربما للعب النهائي والفوز به والمشاركة أيضا في كأس العالم الأندية. فسينتقل حتى إذا قاد الوداد إلى الفوز باللقب هو أيضا كمدرب سينتقل إلى مرحلة أخرى. فهذه كلها حوافز بالنسبة للمدرب البلجيكي فاندر بروك الذي يمكن أن يمضي في طريق صحيح. هذا ما نتمناه نحن كمغاربة، ونحن نتمنى إن شاء الله أن الأهلي هو أكيد بالتأكيد هو اللي يروح للطريق الصحيح.